السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم اليوم شرح كيفية زيادة أرباحك في موقع أدفلاي، موقع الربح عن طريق اختصار الروابط. أولاً سأعرض عليكم شرح التسجيل في الموقع. أولاً نقوم بالتوجه إلى رابط الموقع، وهذا الرابط موجود في الوصف أسفل هذا الفيديو. بعد الضغط عليه سوف نتوجه إلى الصفحة الرئيسية للموقع. بعد ذلك نقوم بالضغط على Join Now لملء بيانات التسجيل في الموقع. أولاً في الخانة Your Name تقوم بكتابة اسمك، وفي الخانة User Name تقوم بكتابة اسم، وهو الاسم الذي يظهر في رابط الصفحة الخاصة بك في موقع أدفلاي. قم بكتابة اسم دون عمل مسافة بين الحروف مع مراعاة أن لا يكون هذا الاسم مستخدم من قبل. بعد ذلك قم بإدخال الإيميل الذي تريد التسجيل به، ثم قم بإعادة إدخال الإيميل في الخانة Retype Email، وفي خانة الباسورد قم بكتابة الباسورد الذي تريده مع مراعاة أن يكون يحتوي على أرقام وأحرف. ثم قم بإعادة كتابته مرة أخرى في الخانة Retype Password. بعد ذلك قم بكتابة النص أو الأحرف التي تراها هنا في هذه الصورة، ثم قم بتحديد I agree والضغط على Join، فتظهر لك هذه الصفحة التي تخبرك بأنه قد تم إرسال رسالة إلى بريدك الإلكتروني الذي قمت بإدخاله وذلك من أجل تفعيله. فنقوم بالتوجه لهذا البريد الذي قمنا بإدخاله وذلك من أجل تفعيل الحساب. وبعد فتح الإيميل ستجد رسالة من موقع أدفلاي فتقوم بفتحها، وبعد فتح الرسالة قم بنسخ الكود المذكور به وهو هذا الكود، قم بنسخه ثم التوجه لهذا الرابط فيتم فتح هذه الصفحة، فقم بلصق الكود هنا ثم قم بالضغط على Confirm Registration فيتم التسجيل بنجاح. والآن بعد التسجيل في الموقع وتسجيل الدخول للموقع، نقوم باختصار الروابط التي نريد نشرها والربح عن طريقها. فمثلا هذا الرابط أقوم باختصاره عن طريق وضعه هنا في هذا المستطيل ثم الضغط على اختصار، ومن ثم أقوم بنسخ هذا الرابط ونشره سواء على اليوتيوب أو في المواقع والمنتديات. وكلما زادت أعداد الضغطات عليه كلما زادت الأرباح. وأيضا لزيادة أرباحك من خلال موقع أدفلاي نقوم بالدخول على الأدوات، لكن حتى نستفيد من ميزة هذه الأدوات في زيادة الأرباح يجب أن يكون لدينا مدونة أو موقع إلكتروني، حيث سنقوم بإضافة إعلانات أدفلاي المنبثقة على المدونة الخاصة بنا، وذلك من خلال الضغط على إعلانات النوافذ المنبثقة ثم نسخ هذا الكود والذهاب إلى لوحة تحكم المدونة ثم الضغط هنا واختيار التخطيط، ثم نقوم بالضغط على إضافة أداة هتمل جافا سكريبت، نقوم بالضغط على علامة زائد بجوارها، ثم نقوم بإضافة الكود هنا لصق والضغط على حفظ. بعد ذلك عند عرض المدونة عندما يقوم الزائرون بالضغط في المدونة سيظهر إعلان منبثق تزداد أرباحك عن طريق ظهوره للزائرين، كما يمكنك الربح من خلال البرنامج النصي الكامل الخاص بموقعك. تقوم بنسخ هذا الكود ولصقه كأداة في المدونة، حيث سيقوم بتحويل كافة روابط المدونة إلى روابط مختصرة تستفيد منها، وذلك إذا كانت الروابط عندك لم تكن باختصارها بعد.
إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الدرس، ويمكنكم الاشتراك في قناتي على موقع يوتيوب بعنوان قناة السعد لمتابعة الدروس الجديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.